عقدت أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة. جاء ذلك بحضور أمانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مختلف المحافظات والمراكز والأقسام بقاعة الأزهر للمؤتمر. الاستعدادات للانتخابات الرئاسية تجرى على قدم وساق في ظل زخم شعبي لهذا الاستحقاق الأهم وسط تواصل انعقاد المؤتمرات الجماهيرية للمرشحين. حزب مستقبل وطن يواصل بكافة أماناته تنظيم سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية في مختلف محافظات الجمهورية لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. أمانة المشروعات كان لها دور كبير خلال كام سنة اللي فاتت دولت بناء على القانون المشروعات الصغيرة متناهية الصغر، وأيضا التسهيلات الخاصة في البرنامج الخاص بالتعديل الاقتصادي اللي حصل في مصر، والخاص أيضا بالشباب والجزء الخاص بالبعض المنح وبعض الامتيازات اللي حصل عليها الشباب. والنهاردة بيرد الجميل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تواجدهم هنا، كثير منهم من اللي موجودين أمام حضرتك دول ناس أصحاب مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، وناس حصلت على بعض المشروعات وتم نجاح هذه المشروعات بالشكل، وأصبحوا رجال أعمال كبار كمان في بعضهم اللي موجود معنا حاليا. إن شاء الله بإن شاء الله 10 و11 و12 12 هيبقى مظاهرة ويوم لم يحدث في مصر قبل كده إن شاء الله، تعبيرا مننا عن حب الرئيس ووطنيته، وهو ده الراجل المناسب لهذه المرحلة إن شاء الله. خلال المؤتمر أكد المشاركون على الدعم الكامل والاصطفاف التام خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ودعوا جميع المواطنين للمشاركة بفعالية في الانتخابات الرئاسية القادمة، مطالبين المصريين بالنزول لصناديق الاقتراع. من غير مؤتمرات إحنا معاك يا رئيس، ومن قلبنا بندعمك، ومش هنلاقي أفضل من الرئيس، وزي ما بيقول الرئيس تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. والله انا بقول للناس يبتدوا يبقى في مشاركه، يبقى في دور، لان طبعا احنا يعني الحمد لله يعني وصلنا المكان، كنا في حته وبقينا في حته تانية احسن كتير، فده دورنا ان احنا المفروض ان احنا نبتدي بقى نشارك ونأيد، ويعني دعم الرئيس يعني مش محتاج اي كلام من اي حد، يعني ده دور مستقبل وطن الحمد لله على ارض الواقع موجود في كل حته بيدعم السيد الرئيس، وده دورنا جميعا سواء المركزيه او على جميع انحاء مصر ان شاء الله بندعم رئيسه وبنبيعه. ده هو شيء مفرح جدا، الواحد بيجي يقعد في وسط الناس بيعرف دايما في كل مره ان الرئيس عبد الفتاح السيسي مراهن رهان كسبان، وهو الرهان على وعي الشعب المصري. ما يعني شيء مؤكد ان وباين في عيون الناس قد ايه في ترحاب بالموضوع، قد ايه ان شاء الله اليوم ده هيبقى يوم عرس ديمقراطي جميل جدا، هيشهد العالم كله إقبال جماهيري على صناديق الانتخاب إن شاء الله. كان حزب مستقبل وطن قد أعلن دعمه الكامل لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.